بطاقات حمراء غريبة ومضحكة في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. قوانين كرة القدم واضحة، من يخطئ يتلقى بطاقة صفراء، ومن يزيد يتلقى الثانية ثم يطرد بالبطاقة الحمراء، وهناك من يطردون ببطاقة مباشرة بسبب سلوكهم داخل الملعب، ولكننا في هذا الفيديو سنستثني كل هذا وسنشاهد معا بعض البطاقات الحمراء الغريبة والمضحكة في عالم كرة القدم. لنبدأ. حارس المرمى هذا حاول إرسال الكرة لأحد زملائه، لكن الكرة وصلت إلى لاعب الخصم الذي قام بتسديدها مباشرة نحو الشباك، لكن الحارس الذي كان خارج منطقة الجزاء أمسك الكرة بيديه، وعلى إثر ذلك تلقى البطاقة الحمراء من حكم المباراة. في هذه اللقطة تابعوا ارتقاء هذا اللاعب وكيف قام لاعب برنبشة بوضع ظهره ليسقط الاثنان على الأرض، ولكن هذا اللاعب يضرب خصمه على أذنه بالكعب، ليقوم هذا اللاعب برد هذه الضربة بضربه على ساقه بهذه الطريقة، فتابعوا الحكم الذي شاهده وأعطاه البطاقة الحمراء. في هذه اللقطة لنركز معا على هذا اللاعب الذي تخطى حارس المرمى ثم تقدم وسدد هذه الكرة نحو الشباك ليتصداها هذا المدافع بيده، ثم أخذ يمثل أنه تصداها بجسده وأخذ يمثل أنه يتألم، لكن غالبا إذ أن الحكم رآه وأعطاه البطاقة الحمراء مباشرة. تابعوا هذا التشابك بين روبن فان بيرسي ولاعب الخصم وكيف أسقطه أرضا، وبعد ذلك قام اللاعب ليتقاتل معه، فقام فان بيرسي في السقوط على الأرض وأخذ يمثل أنه ضرب بهذه الطريقة، ما إن وصل حكم المباراة وذلك حتى يستفيد من خطأ، فتابعوا ذكاءه في هذه اللقطة. في هذه اللقطة تم تبديل هذا اللاعب، ولكن عند خروجه قام بقلع التيشيرت ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية بسبب قلعه للتيشيرت، ومن ثم يتم طرده بهذا الشكل الغريب بالبطاقة الحمراء. في هذه اللقطة ركزوا جيدا على لاعب بيس في ايدنهوفن وكيف قام بعرقلة لاعب الخصم ثم سقط بهذه الطريقة ليتلقى بطاقة حمراء من حكم المباراة، وعند خروجه قام بضرب هذا الزجاج ليتشقق بهذا الشكل. في هذه اللقطة سقط هذا المدافع أرضا بعد أن تدخل عليه لاعب الخصم، وهنا عندما أتى اللاعب ليقوم بتفقده تابعوا كيف لكمه على ركبته بضربة قوية بهذا الشكل الذي ترونه، يأتي الحكم مباشرة ويقوم بطرد اللاعب بالبطاقة الحمراء. في هذه اللقطة تابعوا كيف حاول هذا اللاعب استلام الكرة ومراوغة خصمه لكنه سقط على الأرض، ولكن هنا تقدم إليه لاعب الخصم وأخذ يمثل أنه ضرب برأسية على وجهه، ليقوم الحكم بإعطاء اللاعب البطاقة الحمراء مباشرة كما ترون أمامكم. إنه خداع، أليس كذلك؟ تقدم هنا لاعب دينامو زغرب لتنفيذ ركلة الجزاء هذه، وما إن وصل لتنفيذها تابعوا كيف توقف لبرهة صغيرة ثم سدد الكرة بعد أن تحرك حارس المرمى، لكن الحكم سوف يعيد هذه الكرة، وقام بالتالي بإعطاء اللاعب البطاقة الصفراء والتي كانت البطاقة الصفراء الثانية، ثم طرده بالبطاقة الحمراء. في هذه المباراة النسائية بين لاعبات مانشستر يونايتد ولاعبات توتنهام، ركزوا جيدا على لاعبة مانشستر وكيف أسقطت لاعبة توتنهام على الأرض، ثم وهي ساقطة قامت بالتهجم عليها بيدها بهذه الطريقة، فأخذت الأخيرة تمثل أنها ضربت وبشدة لتتلقى البطاقة الحمراء مباشرة من حكمة الساحة لتخرج من أرضية الملعب بهذا الشكل. لنركز معا في هذه اللقطة كيف وصلت الكرة إلى بيكهام ليتم التعدي عليه من الخلف، ولكن أثناء سقوطه قام بعرقلة لاعب الخصم بمد قدمه بهذه الطريقة، فرآه الحكم وأعطاه مباشرة البطاقة الحمراء. تابعوا هنا داروين نونييز عندما دفعه لاعب الخصم كيف حاول أن ينقض عليه
ليسقط الأخير ويمثل أنه ضرب، وبالتالي قام حكم الساحة بإعطاء داروين البطاقة الحمراء مباشرة وطرده من الملعب. في هذه اللقطة يمكنكم أن تركزوا على لاعب مانشستر يونايتد ما إن وصلته الكرة حتى قام بلمسها بيده ليحرزها هدفا رائعا في الشباك، لكن الحكم رآه وأعطاه البطاقة الصفراء الثانية ثم طرده بالبطاقة الحمراء. بسبب ما يفعله أرسن فينجر على خط التماس يمكنكم أن تتابعوا كيف قام حكم الساحة بطرده ولكن ليس بالبطاقة الحمراء، فتابعوا أرسن فينجر كيف ذهب إلى جانب الجماهير ووقف في هذا المكان. لنتابع حارس المرمى هذا وكيف تعدى عليه لاعب الخصم بضرب الكرة وهي بيده ليتسقط الكرة، ويقوم الحارس بلكم لاعب الخصم بهذه الطريقة ليتلقى البطاقة الحمراء من حكم المباراة. في هذه المباراة ركزوا جيدا على هذا اللاعب والذي تقدم لتنفيذ ركلة الجزاء، وبالفعل قام بوضعها بطريقة رائعة في المرمى، وبعد ذلك قلع التيشيرت الخاص به وقام بإهدائه إلى الجماهير، ولكنه كان يلبس تحته تيشيرت آخر، ولكن الحكم احتسبها قلع تيشيرت وأعطاه البطاقة الصفراء الثانية وقام بطرده بالبطاقة الحمراء. تقدم هذا اللاعب هنا وحاول مراوغة حارس المرمى بطريقة جميلة بتمرير الكرة من جانبه، لكن الحارس قام بتصدي الكرة بيده بهذا الشكل كما ترون ليتلقى مباشرة البطاقة الحمراء من حكم المباراة. في هذه اللقطة يمكنكم أن تتابعوا كيف تم تمرير هذه الكرة، وظن جامع الكرات الصغير هذا أن الكرة قد خرجت فأرسل كرة أخرى مباشرة إلى داخل الملعب، ولكن الكرة لم تخرج، فتابعوا الحكم حين رآه كيف قام بالإشارة إليه بالخروج من الملعب لطرده بهذا الشكل. هذا اللاعب حاول أن يقوم بجعل الحارس يسرع بتنفيذ الكرة فقام بتسديدها نحوه بهذه الطريقة، فيسقط الأخير أرضا ويمثل أن يده كسرت بسبب هذه التسديدة، فيتلقى مباشرة البطاقة الحمراء من حكم الساحة على هذا الفعل. تقدم هنا لاعب الخصم وتمكن من إرسال الكرة إلى زميله الذي أودعها في الشباك لتقفز الكرة بهذه الطريقة، فتابعوا لاعب الخصم هذا وكيف قام بتصدي الكرة بيده ليتلقى البطاقة الحمراء من الحكم مباشرة. في هذه اللقطة الغريبة لم يكن حارس المرمى هذا يقصد أن يقوم بضرب لاعب الخصم الذي سجل هذا الهدف في شباكه، وإنما كان يريد لكم الكرة لسوء حظه في هذه اللقطة أن تقدم لاعب الخصم تزامنا مع هذه اللكمة ليتلقى الحارس البطاقة الحمراء من حكم المباراة. بينما كان يتحدث اللاعبين مع الحكم فابريغاس يرسل هذه الكرة فترتطم بوجه هذا اللاعب، ليعتبر الحكم أن هذه الكرة إهانة فيقوم بطرد فابريغاس بالبطاقة الحمراء مباشرة. في هذه اللقطة حاول هذا اللاعب طلب الكرة من جامع الكرات لكنه رفض، فقام اللاعب بضربه على وجهه بهذا الشكل وأخذ الكرة منه، لكن الحكم هنا لم يرضى على هذا الفعل وقام بإشهار البطاقة الحمراء لهذا اللاعب بسبب هذا السلوك. عندما انطلق هذا اللاعب ارتطم بلاعب الخصم، ولكن شاهدوا عندما حاول إكمال الانطلاق قام لاعب الخصم بإمساكه من البنطال الخاص به ليقوم الأخير بركله ركلة قوية على بطنه، فيراه الحكم ويعطيه البطاقة الحمراء على هذا الفعل. في هذه اللقطة ركزوا جيدا على هذا المدافع والذي قام بتصدي الكرة بيده ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة من حكم الساحة كما ترون. هنا في هذه اللقطة يمكنكم أن تتابعوا كيف تقدم هذا اللاعب ومن جانبه المدافع ليفربول ليرفع الكرة من فوق الحارس أليسون بيكر الذي تصداها بيده ليتلقى البطاقة الحمراء، وذلك بسبب لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.